طائرة ذاتية القيادة قادرة على حمل راكب واحد لثلاثين دقيقة. في الجهة المقابلة غواصة مائية للاستخدام الشخصي قادرة على الغوص حتى 50 مترا. بينما تعرض هنا سيارات فارهة تمثل أحد أقوى السيارات الرياضية في العالم، مزيج من النوادر التي لا نراها كل يوم، ولكنها اجتمعت في جدة ضمن أحد المعارض التي تراهن على الفخامة. إضافة مميزة جدا، وجميع ما فيه مميز، سواء كان الشركات العارضة المحلية السعودية أو الشركات العارضة الدولية. السنة هذه احنا اعتمدنا ان نجذب اشياء اخرى، كان عندنا الغواصة الاموزة اللي كانت الحقيقة اول مرة وحضور لها في جدة السنة هذه، كان معنا الطائرة الإيهانج ذاتية القيادة، كان الحقيقة هي تميز وفخامة من نوع آخر. الفخامة التي كانت عنوان كل شيء هنا كانت السبب الأول لجذب عدد كبير من الزوار الباحثين عن مستويات ومعايير مرتفعة من باب الشراء والامتلاك أو متعة المعرفة. كل شيء حلو، كل شيء فخم جميل، يستاهل وجودكم ووجود الستات الجميلات وأهل جدة الحبيبة، مدينتنا الحبيبة موجود هنا. في شريحة كبيرة في المجتمع موجودة تدور على الفخامة، تدور على المستوى معين يحب يعيش فيه. اليوم معرض الفخامة أو اللكجري هو موجود لناس موجودين بالسعودية، عندهم ذوقهم الخاص، ستايلهم الخاص. الفخامة هي بما تعني الكلمة، بأنه الأدوات اللي موجودة فئة معينة من الناس حيكون فخم، ديكور فخم، المحتوى طبعا. والله الفخامة يعني الشيء الجميل، الشيء الرائع أو الأكثر من رائع حقيقة. العقارات الفاخرة وشركات الطيران تنافست هي الأخرى لجذب الزوار لخدمات من نوع خاص، ولكن اللافت هي أنواع غريبة من الأغذية والزيوت فاخرة التركيب استحوذت على اهتمام الحضور. حصلنا على شراكة مع رئيس منظمة الطاعات في العالم الشيف توماس جوجلر، الاورجنايزيشن او منظمتهم تحت 12 مليون شيف. جبنا لاكجري برودكت، حبينا ندخلها للسعوديه لانها مي موجوده الا في اماكن معينه ومعدوده على الاصابع في العالم. مجوهرات وتحف وقطع فنيه نادره تمتلئ بالتفاصيل وربما تحكي قصصا قد تكون مثيره للاهتمام. هنا على سبيل المثال نسخة طبق الأصل للفستان الذي قدمه المصمم العالمي يحيى البشري للراحلة ديانا قبل 27 عاما. قد تكون الصورة أبلغ ما يكون لنقل ما يدور هنا.